من منطقة قمران عند البحر الميت. في هذه المنطقة اكتشفوا مخطوطات قمران سنة 1947، تعتبر واحدة من أهم الاكتشافات في القرن العشرين. واحدة من أهم المخطوطات مخطوطة إشعياء اللي بيتكلم بنبوات عديدة عن مجيء المسيح. هذه المخطوطات تعتبر نور وأيضا تعتبر حق، مثل ما هو مكتوب في الكتاب المقدس كلامك هو حق. في هذه المنطقة، قريب من هذه المنطقة، كان بعيش يوحنا المعمدان في البرية، وكانت الجموع من كل مكان تيجي ليوحنا في بيت عبراء اللي الجهة الثانية الأردن، وكانوا بيعتمدوا على يد يوحنا. اخترت هاي الفقرة لأنه في مثل بيقول اتكلم الحق ولو على قطع رأسك، وهذا ما فعله يوحنا المعمدان. وبخ الملك هيرودس أنتيباس ابن هيرودس الكبير وقال له لا يحق لك أن تأخذ زوجة أخيك اللي هو فيليبوس، وكان بعده على قيد الحياة، فالشريعة بتمنع هذا الشيء. ونتيجة هذا الكلام الحق وأنه وقف مع الحق طبعا كلفت حياة يوحنا المعمدان اللي تنبأ عن مجيء المسيح وقال هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم، هو نفسه أيضا قدم نفسه وقطع رأسه، وطبعا قدم على طبق أمام هيرودس الملك الشرير. فاللي عنده الحق ما بخاف، واللي بيتكلم الحق هو أمام كل ضلال وأمام كل شيء مش من عند الرب. فأنا بدعوك من هذه المنطقة تكلم الحق حتى ولو على قطع رأسك.